شو عم تعمل هون؟ نحن كفنانين مجتمعين كلنا هون بهيدي الساحة قدام الأخوة مبنى الأمم المتحدة لنقول إنه نحن مع أهلنا بغزة ضد الظلم، ضد الإجرام، ضد القتل العشوائي اللامحدود. هيدي أمور حرام تبقى، خلص بقى نحن وين؟ بأي زمن؟ هيدا زمن البايكينج والقتل والدمار والتدمير، خلصنا منه. هواجهوا عسكر لعسكر واتركوا الناس الأمينين ببيوت عايش، خلصنا من هالإجرام والقتل. هيدا شيء حرام ما بيجوز ولا بأي دين من الأديان السماوية بيجوز. طيب أنا عم بحكي رأي العالم، ما عم بحكي رأيي الشخصي. طيب بعين الحلوة عم بيقتلوا بعض الفلسطينية. أنا مخصصي بهيدي. لا لا أنا عم بحكي رأي العالم، عم بيقولوا لك ليه نحن بدنا نتدخل، بيقولوا لك ليه بدنا نتدخل نحن. أنا عم بحكي في قضية فلسطينية، في دولة إسرائيل. طيب ما في قضية فلسطينية، الفلسطينية بنهر البلد عم بيقتلوا بعض، بيقولوا لك ليه نحن اللبنانية بدنا نفوت بهالقضية. أنا ما عم بحكي شخصي، عم بحكي رأي العالم. هيدي أمور داخلية خاصة بالفصائل الفلسطينية، هن أحرار. أنا عم بحكي كإنسان لبناني، كمواطن عربي بنفس الوقت، عم بحكي على ناس مظلومين عم بينقتلوا، عم بتدمر بيوتهم بشكل عشوائي، وهذا شيء لا يجوز أبدا. كلمتك النهائية. كلمتي النهائية، كفى تدمير، واجهوا عسكر العسكر إذا أنتوا قادرين، إذا لا اتركوا العالم تعيش، خلصونا بقى من هالقرف هيدا. يعطيك ألف عافية.